منتصف النهار في الدوحة، نحييكم من مركز إخبار قنوات الكأس الرياضية. هذه نشرة الأخبار وإليكم أبرز العناوين. استاد راس أبو عبود سابع ملاعب مونديال قطر 2022، تحفة فنية وإرث عظيم. وادي الشقب يفوز بذهبية الأفحل في ختام بطولة العالم لجمال الخيل العربية الأصيلة. واليوم ختام بطولة العالم للسنوكر وثلاثة نهائيات مثيرة في البرنامج. أهلا بكم. في سباقها من أجل إنجاز ملحمة الألفية الثالثة، أطلقت اللجنة العليا للمشاريع والإرث تصميم ملعب راس أبو عبود سابع ملاعب أول كأس عالمية لكرة القدم في الوطن العربي والشرق الأوسط. الملعب الجديد ينطلق من فكرة مبهرة وغير تقليدية، تحول حاويات الشحن البحري والمواد القابلة للتفكيك إلى مشروع ضخم على أرض الواقع، ويطل على المشهد الرائع لأفق المدينة الذي تزينه ناطحات السحاب. ليست مجرد فكرة حتى وإن كانت جديدة وغير تقليدية، هي خيال مبدع حين يشيد على الأرض سيكون عملا فنيا أسطوريا في مساحة ستكتب تاريخها الجديد بمجرد اكتمال المشروع ومحيطه. حاوية الشحن التي تتدفق بحرا إلى دولة قطر عبر ميناء حمد الدولي ستتحول إلى مكعب منحني الزوايا، والمكعب سيتخذ في وقت لاحق شكل ملعب مونديالي هو سابع هدايا دولة قطر إلى العالم. نحن أمام فكرة جديدة من سلسلة أفكار تنفذ الآن على أرض الواقع من أجل واقع جديد اعتبارا من شتاء 2022 وما يأتي بعده. تكفل المكتب الهندسي الإسباني الرائد فينويك إيريبارن أركيتكس بالتصميم ورسم أدق التفاصيل، وتحولت التفاصيل إلى فيلم قصير في مساحته الزمنية مبهر في صورته وزواياه. ما يزيد التصميم روعة أن ملعب رأس أبو عبود سيشيد من مواد قابلة للتفكيك متناغمة مع الاشتراطات البيئية ومع معايير الاستدامة العالمية. أطلق التصميم عبر حملة في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي في انتظار أن تبدأ الأعمال في منطقة تطل على الواجهة البحرية لمدينة الدوحة وعلى المشهد الأخير للأفق. على بعد كيلومتر ونصف الكيلومتر عن مطار حمد الدولي ينطلق المشروع على أن يرى النور في غضون ثلاث سنوات. لأخبار قنوات الكأس، أمير فحصي، الدوحة. بحضور سعادة الشيخ جوعان بن حماد الثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، توج الجواد وادي الشقب بذهبية فئة الأفحل ضمن بطولة العالم لجمال الخيل المقامة في فرنسا. كما توج سعادة الشيخ جاسم بن خليفة الثاني بذهبيتين وبرونزية عبر كل من الجواد فيجارو ومزرعة الجاسمية ونديم العرب. بحضور سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، دخلت أجمل مهرات العالم وأفراسها إلى مضمار باريس للمشاركة في نهائيات بطولة العالم لجمال الخيل العربية الأصيلة، مسابقة تمايلت فيها مهرات لعدة مرابط قطرية كالجاسمية والثمامة والشقب، الذي أحرز فحله وادي الشقب المركز الأول في فئة الأفحل عن عمر أربع سنوات فأكثر. شكرا على تغطيتكم للبطولة، هذا شيء مهم، وأنا أعتقد سر النجاح هي قطر قبل كل شيء، يعني توفيق من الله. سر النجاح هي قطر، يعني اهتمامنا بالخيل واهتمام قطر بالخيل هو اللي يجعلنا دائما في مقدمة الركب. يعني من جهته أحرز المهر فيجارو ملك مربط الجاسمية لسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني المركز الأول في مسابقة الأمهر عمر سنة واحدة حاصدا أعلى النقاط، فيما عاد تاج الجمال للجواد غزال الشقب الذي فاز بالبلاتينيوم بعدما خطف أنظار الحضور وحظي بتشجيع مميز لكونه الأفضل. الحمد لله، يعني الشقب حقق فئة الذهب في الأفحل، وعندك مربط الجاسمية أيضا حقق في الأمهر،
البطل الذهبي، ونتائج الباقية للمزارع كانت نتائج جيدة، والحمد لله إن شاء الله نأمل المزيد من النتائج في المستقبل. عزف النشيد القطري في أكثر من مناسبة، واعترف الجميع بجمال الخيول العربية لمختلف المزارع والملاك القطريين في حلقة جديدة من مسلسل التألق القطري في المحافل الدولية. أطلت المرابط القطرية على العاصمة الباريسية مستعرضة لوحة فنية زينها جمال الخيول العربية وخبرتها التي نالت إعجاب الحضور والمحكمين، فكان العرفان تتويجا بألقاب تضيف إلى سجلات الفروسية القطرية العريقة. رابح خالدي لمركز أخبار قنوات الكأس من داخل قصر المعارض بفيلبانت شمال باريس. خلى الدور نصف نهائي لبطولة العالم للسنوكر من المفاجآت، حيث ضمن أفضل المصنفين حضورهم في المشهد الختامي الذي تقام منافساته مساء اليوم. حاملة اللقب البلجيكية ويندي فانز والهندي بانكاج أدفاني واصلا أداءهما القوي في الطريق نحو ضمان اللقب العالمي. ساد المنطق غالبية نتائج اليوم قبل الختامي من منافسات محطة الدوحة لمونديال السنوكر بعد التعرف على كبار المنافسة المرشحين للألقاب. أصحاب الخبرة سجلوا أفضل النتائج وحجزوا مقاعدهم للنهائيات المقررة يوم الاثنين. الأجواء طبعا مشت مثل ما احنا رتبنا لها في البداية، والتنظيم الحمد لله كل الأمور ماشية مثل ما احنا توقعناها. يعني والله هي بالنسبة حق المستويات فاجأنا في مستويات جدا، يعني صراحة في البطولة خاصة من بعض الأعمار السنية الصغيرة تفاجأنا في مستويات صراحة ما كانت في الحسبان، والمستويات طيبة يعني لحد الآن. حاملة لقب البلجيكية ويندي فانز سارت بخطى ثابتة نحو الاحتفاظ باللقب، وتفوقت على القادمة من هونغ كونغ كاكاي وان بسهولة وبواقع 4 مجموعات لواحدة في ظرف ساعة ونصف الساعة. أنا راضية جدا عن أدائي، حققت المطلوب وأتمنى أن أقدم الأفضل في النهائي كي أحقق لقبي السابع في هذه البطولة العالمية. على مستوى الرجال تألق الهندي بانكاج أدفاني وأكد أحقيته في المنافسة بجدية على اللقب عندما قدم عرضا مميزا أمام النمساوي فلوريان نيوسلي منهيا اللقاء لمصلحته ب7 أشواط لـ4. وسيواجه أدفاني في النهائي الإيراني أمير شاروخان الذي تأهل بدوره إلى المشهد الختامي بعد تفوقه على مواطنه إحسان حيدر نزاد ب7 أشواط لـ6. بختام اليوم الثامن من البطولة تكون لائحة الكبار قد اكتملت تمهيدا لنهائيات مثيرة تختتم النسخة القطرية الثانية لمونديال سنوكر. لأخبار قنوات الكأس سمية محمد، الدوحة. ضمن منافسات الدوري القطري للكرة الطائرة سيكون الموعد اليوم مع إقامة مواجهتين. على صالة النادي العربي يفتتح اليوم الجديد بمباراة الوكرة مع الخور، وفي اللقاء الثاني يضرب العربي موعدا مع الأهلي. خلال اللقاء الأول تميل الكفة لمصلحة الوكرة لتحقيق الفوز بعد الوجه الجيد الذي ظهر به في المباريات الودية عقب تحقيقه لنتائج إيجابية أمام الشرطة والريان. وفي الجهة المقابلة يسعى الخور لقلب التكهنات وحسم نتيجة المباراة لمصلحته. في المباراة الثانية من المنتظر أن يبلغ التشويق درجات قياسية بالنظر لتكافؤ مستوى الفريقين وطموحاتهما الكبيرة في تسجيل انطلاقة مثالية مع بداية الموسم الجديد، خصوصا بعد أن فضل الفريقان خيار الاستقرار على التشكيلة. يقدم نصف نهائي البطولة الآسيوية لكرة اليد المقامة في الهند قمة قطرية خالصة بين الأهلي وتحيل. الأهلي التحق بركب المتأهلين إلى المربع الذهبي بعد فوزه العريض على سيرفيس الهندي. بعد غياب دام 14 سنة الأهلي في مربع كبار البطولة الآسيوية لكرة اليد. الممثل الثاني لكرة اليد القطرية ضمن حضوره في نصف نهائي بطولة حيدر أباد الهندية بعد جهد جهيد.
الحسابات الضيقة بعد فوز الشرطة العراقية على راكور الأوزباكي بأربعة وأربعين هدفا لخمسة وعشرين. هذه الحسابات كانت تفرض على الأهلي ضرورة الفوز على سيرفيس الهندي في الجولة الختامية للدور الأول بفارق لا يقل عن 27 هدفا. المهمة كانت معقدة نوعا ما لكنها لم تكن مستحيلة، فبعد أن أنهى الأهلي الشوط الأول ب 32 هدفا لخمسة عشر ضغط بقوة في الشوط الثاني، ولم يكتفي بفارق 27 هدفا بل بلغ الفارق 35 هدفا بنتيجة 59 ل 24 هدفا. الأهلي الذي صعد ثاني المجموعة الثانية سيواجه دحيل متصدر المجموعة الأولى في قمة محلية ستضمن حضور كرة اليد القطرية في المشهد الختامي للحدث الآسيوي. وإلى جانب الأهلي صعد الشارق الإماراتي المربع الذهبي بعد تعادله مع مسقط العمانية 29 هدفا لكلا الطرفين، نتيجة كانت كافية للشارقة من أجل الالتحاق بالنجمة البحرينية متصدر المجموعة الثانية في نصف النهائي. لأخبار قنوات الكأس سارة إيجابية. عشية الثلاثاء تدخل البطولة الآسيوية للأندية لكرة اليد منعطف الدوري نصف النهائي، وتقدم الحوار القطري الخالص بين دحيل والأهلي. عقب هذه المباراة يلتقي النجم البحريني والشارقة الإماراتي بحثا عن البطاقة الثانية لنهائي الحدث القاري. انطلقت في صبخة أخيرة بمنطقة الخور بطولة جمعية القناص. اليوم الأول شهد إقامة مسابقتي الطلع والدعو، والمسابقة تستمر على مدار سبعة أيام. منافسة الطلع في الفترة الصباحية سجلت مشاركة أكثر من 38 متسابقا، ولم يتمكن أي من المتسابقين من التأهل إلى نهائي المسابقة. الفترة المسائية خصصت لمسابقة الدعو فئة قرناص حر، وفيها تمكن 10 متسابقين من الوصول إلى المرحلة النهائية التي ستقام يوم الجمعة المقبل. النشرة ما زالت متواصلة معكم مشاهدينا وفي أبرز العناوين بعد هذا الفاصل. باريس سان جيرمان يفوز على موناكو وينطلق بالسرعة القصوى في صدارة الدوري الفرنسي. تحية من جديد. لحساب الجولة السادسة عشرة لدور الإسباني لكرة القدم لأندية الدرجة الثانية، اكتفى ليونيس كولترال المملوكي لأكاديمية أسباير بالتعادل مع مضيفه قرطبة بهدفين لهدفين. انتهت المباراة ليرتفع رصيد اليونيس إلى 18 نقطة تضعه في المركز السادس عشر في ختام الجولة. وكانت الأسبقية لقرطبة الذي زار الشباك منذ الدقيقة 33 بهدف سيرجي غوارديولا. اللاعب نفسه عاد ليضاعف النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 42. ليونيس نجح في قلب الخسارة إلى تعادل بهدف أول في الدقيقة 54، جاء من ركلة جزاء ليراي، ثم بعده بخمس دقائق أحرز رودري هدف التعادل. حسم التعادل دون أهداف كلاسيكو الكرة التونسية بين النجم الساحلي وضيفه الترجي الرياضي. المباراة أقيمت لحساب الجولة الخامسة المؤجلة، وأبقت الترجي الرياضي التونسي في صدارة الترتيب العام ب 22 نقطة. خيمت الحسابات التكتيكية على هذه المواجهة التي جرت في ملعب سوسا الأولمبي أمام مدرجات مكتملة العدد ووسط تجديدات أمنية، لكن الأهداف غابت عن حوار العملاقين رغم الفرص التي توافرت للطرفين. هذا وكادت القمة أن تخرج عن السيطرة بسبب المناوشات والخلافات بين اللاعبين في اللحظات الأخيرة، ونال النجم النقطة السادسة عشرة التي تضعه خامسا في الترتيب العام.
في قمة مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، خطف باريس سان جيرمان فوزا غاليا من مضيفه موناكو حامل اللقب. النادي الباريسي سجل انتصاره 12 رافعا رصيده إلى 38 نقطة في الصدارة وبفارق 9 نقاط عن ليون الذي خطف المركز الثاني من موناكو. تقدم باريس سان جيرمان في النتيجة بهدف الأورغواني أديسون كافاني في الدقيقة 19. بحلول الدقيقة 52 أضاف نيمار الهدف الثاني من علامة الجزاء قبل أن يقلص موناكو النتيجة عبر جواو موتينيو في الدقيقة 81. حافظ كلوب بروج على صدارة دوري الدرجة الأولى البلجيكي لكرة القدم بتفوقه على ضيف زولتا فارغيم. بروج قلب تأخره بهدفين إلى انتصار بثلاثة أهداف ليرفع رصيده إلى 40 نقطة وبفارق 6 نقاط عن سبورتينغ شارلوروا الذي يحتل المركز الثاني. بادر زولتا بالتهديف عن طريق أرون ليا الذي افتتح باب التسجيل مطلع الدقيقة 29 قبل أن يدرك كلوب بروج التعادل بواسطة هانز فانكن الذي في الدقيقة 48. استعاد الضيوف التفوق بهدف من نيل ديباو في الدقيقة 72 وبعده بثمان دقائق نجح البرازيلي ويسلي في تعديل النتيجة لبروج، ثم خطف أنتوني لمبومبي الهدف أو هدف الفوز قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة. في الدوري البرتغالي قلص سبورتينغ لشبونة الفارق عن بورتو متصدر الترتيب. سبورتينغ سجل انتصارا ثمينا خارج أرضه على باسوش دي فيريرا بهدفين مقابل هدف واحد. انتهى الشوط الأول لمصلحة سبورتينغ بهدف دون مقابل حمل توقيع رودريغو باتاغيليا مع حلول الدقيقة 20. حكم المباراة احتسب الهدف بعد استعمال تقنية الفيديو. نجح سبورتينغ في مضاعفة النتيجة عبر جيلسون مارتينيز دقيقة 75 وسجل باسوش هدفه الوحيد في المباراة بواسطة ماركو بايشينيو في الدقيقة 90. عزز ايندهوفن موقعه في صدارة الدوري الهولندي لكرة القدم. ايندهوفن تفوق على مضيف اكسلسيور بهدفين لهدف ورفع رصيده إلى 36 نقطة مع ختام الجولة 13 بهدية من مدافع اكسلسيور يورغن ماتي. تقدم بأس في ايندهوفن منذ الدقيقة 13 ثم أضاف هيرفينغ لوزانو الهدف الثاني للزوار عند الدقيقة 41. هدف تقليص الفارق لفريق إكسلسيور جاء في الدقيقة 52 بواسطة ريان كولفايك. قبل استكمال أخبارنا العالمية نتوقف عند أهم محاور برنامج قضية رأي عام الذي يأتيكم مباشرة بعد النشرة رفقة جاسم حسين. تفضل جاسم. شكرا لنا، تحية لكل مشاهدينا الكرام. في حلقة اليوم سنتناول مع ضيوفنا الإنجاز الذي حققه بطلنا العالمي معتز برشم تحت عنوان الإنجازات القطرية تتواصل، برشم الأفضل عالميا لعام 2017. إذا تابعونا بعد قليل معرفة المزيد حول هذا الموضوع. الآن عودة لزميلة لانا العادي مرة أخرى، تفضل لانا. شكرا جاسم. تواجه الرياضة الروسية مجددا الخطر ذاته باستبعادها عن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بيونغ تشانغ في فبراير العام المقبل في كوريا الجنوبية. يأتي ذلك على خلفية قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى بالإبقاء على إيقاف الاتحاد الروسي للعبة. الاتحاد الدولي برر قراره بعدم امتثال الاتحاد الروسي لجميع الشروط المحددة لرفع الإيقاف. وكانت الرياضة الروسية قد
حرمت المشاركة في المنافسات الدولية منذ عام 2015 في أعقاب تقرير ريتشارد ماكلارين الذي أدان الروس بوجود نظام ممنهج بتعاطي المنشطات وسط الرياضيين بدعم من جهات حكومية. تبقى الإشارة إلى أن القرار الأخير بخصوص مشاركة أو استبعاد روسيا من الأولمبياد الشتوي سيكون بيد اللجنة الأولمبية الدولية التي ستحسم الجدل في 5 من ديسمبر المقبل. للمرة العاشرة في تاريخه توج المنتخب الفرنسي بلقب كأس ديفيز للتنس على حساب نظيره البلجيكي. فرنسا أحرزت اللقب بفضل لاعبها لوكاس بوي الذي حسم مباراة الفرد الرابعة لصالحه. بوي حقق فوزا سهلا على ستيف دارسيز بنتيجة 6-3 6-1 و6-0. وكان المنتخب الفرنسي قد تقدم السبت الماضي بنتيجة 2-1 بعد فوز الزوج بيير أوغ إيربير وريتشارد غاسكي قبل أن يحقق لوكاس بوي الإنجاز المنتظر منذ عام 2001. ضمن منافسات دوري رابطة كرة السلة الأمريكية للمحترفين سجل ميامي هيت انتصارا مهما على حساب ضيف شيكاغو بولز ب 100 نقطة مقابل 93. بدأت شيكاغو المباراة بشكل جيد وأنهى الربع الأول متفوقا ب 13 نقطة مقابل 7 نقاط. في الربع الثاني انتزع ميامي هيت زمام المبادرة وتمكن من قلب النتيجة لفائدته بفارق 3 نقاط. بعد ذلك ارتفعت درجة التنافس خلال الربعين الثالث والرابع وتبادل الفريقان السيطرة، لكن الكفة مالت لفريق ميامي بفضل اللاعب غوران غراغيتش الذي سجل 24 نقطة منحته نقاط الفوز. قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. استاد راس أبو عبود سابع ملاعب مونديال قطر 2022 تحفة فنية وإرث عظيم. وادي الشقب يفوز بالذهبية الأفحل في ختام بطولة العالم لجمال الخيل العربية الأصيلة. اليوم ختام بطولة العالم للسنوكر وثلاثة نهائيات مثيرة في البرنامج. باريس سان جيرمان يفوز على موناكو وينطلق بالسرعة القصوى في صدارة الدوري الفرنسي. ختام هذه النشرة الإخبارية، نلتقي في موجز الرابع عصرا بإذن الله. إلى اللقاء.